أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد درسنا في علم المصطلح أن منكر الحديث المتواتر يكفر، وأما منكر الآحاد فلا يكفر، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا غلط، وغالب اللي يألفون في الأصول من علماء المنطق وعلماء الكلام، وهم هذه عقيدتهم. غالب اللي يألفون من المتأخرين في الأصول غالبهم من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من سار على نهجهم، وهم هذه عقيدتهم، يعتمدون على علم المنطق وعلم الكلام، يسمونها البراهين العقلية اليقينية، وأما القرآن والسنة يسمونها الأدلة الظنية والسمعية. هذا كلام باطل، لكن ما تجد هذا في كلام الشافعي رحمه الله، ولا في كلام الأقدمين من الأئمة الذين ألفوا في الأصول، ما تجد هالكلام فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.